تعالوا نعمل ابلكيشن بسيط جدا بيحتوي على اشهر او معظم اوامر تيرموكس مثلا او لينكس الخاصه بالسيستم مثلا التولز افضل تولز للهاكينج ميتا سبلويت مثلا اقسام مثلا الفيشنج السوشيال انجينيرنج التفاصيل دي كلها. فازاي نعمل ابلكيشن بسيط مثلا من خلال كام قسم كده نقدر نوزع الحاجات دي، ومن اختياراتكم انتوا اللي هتحددوا لي المحتوى بتاع الابلكيشن من الداخل الخاص بلينكس او بتيرموكس. فكل ده تقدروا تحددوه طبعا على قناتنا على التليجرام، لينك القناه في الديسكريبشن، ادخل وتابع وانا هنزل تصويتات وحضرتك اللي بتحدد المحتوى اللي انا هحطه في الابلكيشن. ولكن دلوقتي تعالوا بقى نبدا في البروجكت بتاعنا اللي احنا مكملين فيه في فلوتر، ونوضح ازاي نحول الابلكيشن بتاعنا او البروجكت بتاعنا الابلكيشن خاص بجميع الاوامر الخاصه بلينكس وتيرموكس. اول حاجه طبعا لازم تكون دارس الفيديوهات اللي فاتت كلها في كورس فلوتر عشان احنا وصلنا لحد الليفل ده، صفحه تسجيل دخول بتحولك للصفحه دي. تمام. طيب عشان الفيديو هيبقى طويل شويه فهنحاول ان احنا ننجز يعني. تمام. طيب انا هشتغل على طول واحاول ان انا اشرح يعني وانا بشتغل بحيث ان حضرتك تبقى فاهم، وبناء على الحاجات اللي احنا يعني هنستخدمها دلوقتي كلها حاجات احنا خدناها قبل كده، فمش عايز حد يقول لي الحاجات دي ادرسها منين، الكلام ده كله درسناه قبل كده. تمام. طيب ده الابلكيشن. اول حاجه هندخل مثلا على الابار، عندنا الابار اهو، عندنا مثلا الايكون بتاعه الابار، نخلي مثلا الكالر بتاعها احمر بالشكل ده اللي هي دي. في نفس الوقت برضو نبدا ان احنا نغير الهوم دي خالص بقى، ونبدا ان احنا نستخدم حاجه خاصه باللينكس على سبيل المثال، مثلا نقول تيرمينال على سبيل المثال بالشكل ده، فيظهر عندنا الايكون تيرمينال بالشكل ده. طيب اللون الازرق ده كمان برضو مش عاجبني، خلينا نستخدم كلر يعني دارك شويه او غامق شويه على سبيل المثال، نقول الكلر اللي هو البلاك ده، الدرجه بتاعته تبقى حلوه واللون الابيض والتفاصيل دي يعني هيبقى شكلها لذيذ شويه. تمام. طيب فلحد كده وصلنا للباك جراوند الخاصه بالابار، وفي نفس الوقت برضو الكلر بتاع الايكون. كنترول اس عشان نشوف، عندنا هنا الكلر الخاص بالتكست، هنبدا ان احنا نيجي برضو نغيره على سبيل المثال. تيرموكس دايما بيستخدم اللون الاخضر والاحمر والاصفر والتفاصيل دي، فاحنا نبدا ان احنا نحط برضو كلر من الكلرز دي يعني. تمام. طيب فاصبح عندنا الشكل النهائي واللي هو ده. طيب نشيل بقى كلمه ماي هوم بيج او الكلام ده خالص، ونبدا ان احنا نقول تيرموكس بالشكل ده كده، وهنبدا ان احنا نعمل كنترول اس، فهنلاحظ ان الهوم بيج اتشالت وبدا يظهر عندنا كلمه تيرموكس، ان ده كده ابلكيشن خاص بتيرموكس. في التكست ستايل نقدر نستخدم مثلا الليتر سبيسنج على سبيل المثال، نخليها مثلا 15 بالشكل ده بحيث ان احنا نوسع المسافه ما بين الحروف. تمام. طيب فيصبح عندنا الشكل النهائي اللي هو ده كده. الابار خلص. تمام. نبدا نروح على الابلكيشن على طول. طبعا عندنا هنا سنجل سكرول، طبعا المفروض ان السكرول ده اقدر ان انا اعمل سكرول للشاشه، رحنا قبل كده برضو. بعد كده عندنا كونتينر، والكونتينر فيه كولومن. بعد كده عندنا فلوتنج بوتون، طبعا عاملينه من كذا حلقه قبل كده، كويس ان الالوان بتاعته متناسقه معاه، او خلينا مثلا نظبط الفلوتنج بوتون ده، نبدا ان احنا نخلي مثلا اللون الابيض ده على سبيل المثال نخليه اسود مثلا يعني عشان يتناسق مع الالوان بتاعه الابلكيشن. مبدئيا دلوقتي مثلا هنبدا نروح نلغي بقى شغل في الفلوتنج بوتن ده مش محتاجينه، والابار كمان برضو خلصناه على كده مش محتاجين نشتغل فيه تاني. طب هنشتغل فيه، هنشتغل على البادي، عندنا ستاك، عندنا جوه منها الاينمنت حاطينه سنتر، عندنا الابناء استخدمنا فيهم كونتينر، جوه الكونتينر حددنا سنجل تشايلد سكرول فيو بحيث ان احنا نعمل سكرول للشاشه، بعد كده طلبنا منه تشايلد تاني، والتشايلد ده حطينا جوه منه كولوم وكونتينر. تمام. بعد كده هنبدا ان احنا نروح على الكونتينر ونديله خلفيه معينه او لون معين، انا محدد بلاك بس يعني مفتحه شويه. بعد كده هنبدا ان احنا نحدد الارتفاع، والارتفاع بتاعنا هيكون مثلا المره دي دبل، بعد كده دوت انفينيتي بالشكل ده. بعد كده نفس النظام برضو هنبدا ان احنا نستخدم في العرض، مثلا هنخليها نفس النظام برضو، هنقول دبل دوت مثلا انفينيتي نفس النظام كده. اصبح هياخد معايا الشاشه بالكامل اللي هو اللون البلاك الشفاف الخفيف اللي انا حددته، هياخد معايا الشاشه بالكامل، طبعا ما حددتوش درجه غامقه زي الاب بار عشان ما يقفلش الشاشه جامد. تمام. طيب فكده اصبح الجو يعني متناسق مع بعض شويه، اللون ده غامق اللون ده فاتح، الالوان متناسقه مع بعضها. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نحدد المحتوى بتاعنا، هنروح في الكولوم، طبعا الكولوم بياخد عندنا شيلدرن، بعد كده نبدا ان احنا نقول مثلا يعني اليفيتد فوتون مع الايكون دي بالشكل ده. بعد كده هنيجي مثلا ننزل دي في صف تحت كده، طبعا الكلام ده كله بعد كده هنعمله كوبي يعني. في الامبريس طبعا هنعمل انونيمس فانكشن بالشكل ده لان مش هنحط له اي داتا خالص دلوقتي، فهنعمل انونيمس فانكشن بالشكل ده. بعد كده هنيجي على الايكون بتاعتنا، ونبدا ان احنا نقول مثلا الايكون بتاعتنا عندنا من الايكون مثلا ايكونز بالشكل ده. بعد كده نبدا ان احنا نستخدم الايكونز هنا ونعمل دوت،
هنبدا هنستخدم ايكون معينه، مثلا نقول كود بالشكل ده، مثلا حاجه خاصه بالبروجرامنج بالشكل ده. طيب بعد كده عندنا الليبل، واللي هو هيكون تكست على سبيل المثال، هنقول مثلا تكست معين بالشكل ده، والتكست ده هياخد مثلا كلمه معينه، واللي هي تيرموكس مثلا تولز على سبيل المثال بالشكل ده كمثال. يعني لسه قدام ان شاء الله هنبدا ان احنا نوضح الحاجات دي واحده واحده ونظبطها، او بناء على اختياراتكم انتوا هنبدا ان احنا نحدد الكلام ده مع الوقت. تمام. طيب فالمفروض هيظهر معايا دلوقتي هنا elevated button بالشكل ده، والمفروض يبقى فيه التفاصيل دي. طيب نبدا بس ان احنا نضيف هنا كونست، ونبدا ان احنا نضيف في الليبل ده كمان كونست عشان واخد تكست بالشكل ده. طيب هنا المفروض ان هو ظهر معايا بالشكل ده. خد بالك من الحته المهمه جدا دي، لو تلاحظ هنا بقى دلوقتي احنا عندنا البوتون اللي ظهر معانا بتاع تيرموكس تولز ده محتاج نشتغل عليه شويه ونكرره. طبعا احنا عندنا سكرول دلوقتي، فالمفروض نحط داتا كتير. طيب فمبدئيا كده خلينا نيجي في الكولومن ده بس، ونبدا ان احنا نخليه بحجم الشاشه او ستريتش اللي هو بياخد الشاشه بالعرض. فهنا هنستخدم حاجه اسمها كروس اكسس الاينمنت، طبعا حاجه زي المين اكسس الاينمنت برضه، ولكن دي الكروس اكسس الاينمنت بيبقى فيها اللي هي الاسترتش دي. تمام. طيب ايه الاختلاف؟ لاحظ معايا تيرموكس تولز او البوتون ده هيعمل ايه؟ هيبدا ان هو ياخد الشاشه بشكل كامل. طيب هنا اصبح عندي لازق في الشاشه، فانا هنا هبدا ان انا ارجع للكونتينر، وهبدا مثلا ان انا استخدم البادنج بالشكل ده. جوه البادنج ده هنبدا ان احنا نستخدم ايدج انسيت، بعد كده نفتح الاقواس بتاعتنا اللي هي دي، طبعا هنقول دوت اول بالشكل ده كده. طبعا تقدر تحدده اونلي او زيرو الكلام ده، بس احنا هنخليها بتقول بعد كده هنديله على سبيل المثال مثلا نقول 15 كمثال. طبعا هنستخدم هنا كونست بالشكل ده، هنعمل كنترول اس. لاحظ معايا كده هيبدا ان هو يتضغط شويه لجوه، يعني هتبدا ان انت تلاقي في حواف في الجناب ده، طبعا اللي هو البادنج، بحيث ان هي تبعد عن الابر شويه. تمام. طيب لحد كده الدنيا مفهومه وكل حاجه جميله. طب عايزين ندي كلر بقى هنا، عايزين نظبط السايز والايكون والكلام ده كله. هنبدا ان احنا نيجي مثلا على الايكون دي، وهنبدا ان احنا نيجي فاصله كده، ونبدا ان احنا نقول سايز معين، والسايز بتاعنا هيكون على سبيل المثال نقول 35 مثلا يعني. بعد كده هنبدا ان احنا نقول مثلا كلر معين، والكلر ده هيكون كلرز مثلا دوت نقول ريد مثلا يعني بالشكل ده. بعد كده هنبدا ان احنا ننزل في نيو لاين، وهنبدا ان احنا نفتح الكلر بتاعنا شويه بالشكل ده عشان الايكون بتاعتنا يبقى لونها احمر اللي هي دي كده، والسايز بتاعها يكبر شويه. تمام. طبعا عندنا في التكست هنا نقدر ان احنا نستخدم التفاصيل اللي احنا عايزينها كلها، ولكن في حاجه اسمها ستايل. الستايل دي هنستخدم منها التكست ستايل بالشكل ده مع الاقواس دي. بعد كده نبدا ان احنا نكريت الداتا بتاعتنا هنا، على سبيل المثال هنقول مثلا الفونت سايز نديله مثلا 50 بالشكل ده، كنترول اس. بعد كده هنيجي مثلا نديله خلينا نشوفها بس هتبقى كبيره ولا صغيره عشان نظبط الحجم مع بعض. لا كبيره جدا. طيب خليها مثلا 5 مثلا و 30 بالشكل ده، كنترول اس بالشكل ده عشان نشوف. هنلاحظ ان هي المفروض تصغر معايا، تبقى متناسقه شويه. تمام. طيب كده كويسه وتمشي معانا. طيب فدلوقتي مثلا على سبيل المثال خلينا نديله في الستايل ده مثلا فونت مثلا ويت بالشكل ده كده، فونت مثلا ويت كده، وهنبدا ان احنا نقول نفس النظام برضو فونت ويت بالشكل ده كده. بعد كده نبدا ان احنا نحدد نقول دوت على سبيل المثال نخليه 800 بحيث ان هو يبقى بولد شويه. طيب في نفس الوقت برضو تعالى نديله كلر، فهنبدا ان احنا نقول كلر هنا، وهنبدا ان احنا نقول كلرز دوت مثلا جرين على سبيل المثال، او نقول مثلا بلاك، خليه مثلا بلاك بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نغير الباك جراوند بتاعته. تمام. كنترول اس بالشكل ده كده. هنبدا ان احنا نستنى مع بعض ونشوف، هنلاقي الخط هنا المفروض بقى لونه اسود. الايكون بتاعتنا اللي فوق دي عايزين نخليها مثلا 40 بالشكل ده عشان تبقى متناسقه برده مع التكست ده. دلوقتي بقى هناخد الشكل النهائي للبوتون، وهنبدا ان احنا نيجي في البوتون بتاعنا، ونبدا ان احنا نستخدم ستايل بس خاصه بالبوتون ستايل بالشكل ده كده، وهنبدا ان احنا نستخدمها مع الاقواس دي، وجوه الاقواس دي هنبدا ان احنا نحدد مثلا باك جراوند كلر بالشكل ده. بعد كده هنبدا ان احنا ننزلها في نيو لاين بالشكل ده عشان نبدا ان احنا نستخدمها. يعني طبعا كنا بنستخدم ماتيريال ستيت بروبرتي، هنبدا ان احنا ندور عليها مش موجوده. طيب نبدا ان احنا نكتبها ماتيريال ستيت بروبرتي بالشكل ده كده اهي دوت اول. بعد كده نفتح الاقواس دي، جوه الاقواس دي طبعا هنبدا ان احنا نحدد داتا معينه. الداتا دي طبعا هيكون فيها كلرز دوت مثلا نقول بلو بالشكل ده كده مثلا، او بلو. تمام. كنترول اس، فهنلاحظ ان اللون عندنا اللي ورا ده ظهر معانا نفس اللون تقريبا، بس احنا هنغمقه شويه يعني. تمام بالشكل ده كده، بس مع الازرق بالشكل ده. تمام.
طيب الكالر بتاعنا بقى مش هينفع يكون ازرق هنا، فالافضل ان احنا نخليه على سبيل المثال بنفس الكالر بتاع الجرين ده اللي هو ده كده، نخليه مثلا اخضر. طب جميل جدا، دلوقتي كده هنيجي على الاوفرلاي كالر، هنبدا نحدد من الماتيريال ستيت بروبرتي دوت اول اللي هي مش موجوده برضو، ماتيريال ستيت بروبرتي دوت اول اللي هي دي كده، تمام. بعد كده نفتح الاقواس ونبدا ان احنا نقول الكالر بتاعنا هيكون كالرز دوت، مثلا هنخلي اللون اللي هنا مثلا نقول السبلاش ده نخليه مثلا ريد على سبيل المثال، يعني نخلي اللون الاحمر، تمام. طيب فدلوقتي مثلا حددنا اللون هنا احمر، نخليه فاتح شويه، كنترول اس. هنلاحظ ان احنا لما بنعمل كليك هنا مثلا بيبدا ان هو يحول اللون بتاع البوتون ده لسبلاش كده كلر اللي هو ريد، تمام. طيب نكرر بقى الكلام ده، التيرماكس تولز طبعا احنا هنكرر الكلام ده اكتر من مره، وطبعا حضرتك بقى انت اللي بتحدد لي المحتوى اللي انا هضيفه هنا. هنيجي بقى ناخد كل الكلام ده كده كوبي، كل الاليفيت بوتون ده هنبدا ان احنا ناخده كوبي كده، طبعا احنا شغالين جوه التشيلدرين هنا، فهنبدا ان احنا نكرر الكلام ده بالشكل ده. طبعا احنا دلوقتي عندنا سكرول، فالمفروض ان احنا السكرول ده نبدا ان احنا نكري الداتا جوه منه، كنترول اس. لاحظ معايا دلوقتي هيحصل حاجة، هتلاقي تيرماكس تولز يعني أقسام كتيرة جدا أو كلها بوتونز. طبعا طبعا بما إننا مستخدمين سكرول، فالمفروض إن احنا مثلا لو جينا هنا وزودنا مثلا واحدة، خلينا ننزل تحت خالص، لو زودنا مثلا واحدة تاني خلاص كده هيشتغل معانا سكرول، تمام. كنترول اس، هنستنى شوية لحد ما يحمل، بعد كده نجرب السكرول بتاعنا، تمام. طبعا لو سحبنا الشاشة لفوق زي ما احنا شايفين كده أصبح في سكرول بالشكل ده، تقدر إن أنت تسحب الشاشة لفوق ولتحت، تمام. بس احنا طبعا مش هنشتغل بالشكل النهائي ده، يعني احنا دي كلها كده بوتونز لما بنعمل كليك عليها المفروض ينفذ وظيفة معينة، تمام. طيب فأنا كده مش هشتغل بالنظام ده، لا أنا خلينا مثلا يعني نرجع ورا شوية بالشكل ده كده، نبدأ ان احنا نحذف كام بوتون بالشكل ده مثلا، كنترول اس. فهنلاحظ ان هم بقوا معانا حوالي مثلا 6، تمام. طيب عايزين نعمل مثلا سايز بوكس مثلا ما بينهم، فهنيجي مثلا بعد اول بوتون مثلا الليفيتد بوتون مثلا بالشكل ده كده، او الواحد عندنا هنا اهو، هنيجي بعد منه على طول بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نستخدم مثلا سايز مثلا سايز بوكس اللي هو ده كده، وهنبدأ نيجي جوه منه ونبدأ ان احنا نقول الهايت بتاعه هيكون مثلا 5 مثلا على سبيل المثال، او نقول 12 كويس. بعد كده هنبدا ان احنا نحط هنا كونست، هنبدا ان احنا ننزل تحت كده ونستخدم معاه الكونست بالشكل ده. طيب هنعمل كنترول اس، هناخد اللي هنحط بس العلامه دي هنا، هنعمل كنترول اس. لاحظ معايا هنا اللي هيحصل، يعني هتلاقي التيرماكس دي طلعت فوق شويه وبقى في مسافه هنا، ده اللي احنا عايزينه. طيب فهناخد الكلام ده كده كله كوبي، وهنبدا ان احنا نكرره بعد كل بوتون على طول، ده كده بوتون اهو، هنبدا ان احنا نكرره هنا، وهنبدا نيجي هنا نفس النظام برضو على البوتون اللي بعد منه ونكرره بالشكل ده، والبوتون اللي بعد منه ونكرره بالشكل ده. طبعا يعني في شغل افضل من كده بمراحل يا شباب، ولكن احنا شغالين على حاجه بسيطه جدا، وفي نفس الوقت انا بحاول اغطي لكم يعني انزل لكم شغل عملي على الحاجات اللي احنا خدناها، مش عايز اجيب حاجه جديده، تمام. حتى لو جت حاجه جديده بسيطه كده نبدا ان احنا نشرحها مع الشغل يعني. طيب اصبح عندنا الشكل النهائي ده وفي مسافات بالشكل ده. طيب نقدر بقى نستخدم ايه؟ نقدر نخلي القسم ده مثلا خاص بالتيرماكس تولز، تيرماكس مثلا سيمز مثلا الوان والاشكال، السيستم كوماندز مثلا الاوامر بتاعت السيستم، الاوامر بتاعت اللينكس او الكالي، كلام من ده. تعمل هنا مثلا فيكس للمشاكل بتاع التيرماكس مثلا، نعمل ابديت وابجريد والكلام ده كله بكليك هنا. نقدر نستخدم هنا مثلا تيرماكس تولز او كالي نت هانتر او الكالي لينكس او الحاجات دي، نبدا ان احنا نحط الحاجات دي في اقسام كده، بحيث ان لما حضرتك تعمل كليك على اي حاجه منهم يحولك للصفحه الخاصه بالشرح، سواء اوامر تاخدها كوبي والتفاصيل دي كلها، تمام. طيب فاحنا مكملين في البروجكت ده لحد ما نخلص الابلكيشن، بعد كده هنزل لكم الابلكيشن، ولكن كفايه كده ونكمل ان شاء الله في الحلقه الجايه. فده بختصر الفيديو، بتمنى يكون الشرح واضح، بتمنى تكونوا استفدتم ومكملين، واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام عليكم.